تخلت امرأة عن أبنائها الأربعة وغادرت مدينة نابل إلى وجهة غير معروفة، وذلك بعد طلاقها من زوجها المصري الجنسية الذي خير العودة إلى بلاده، فتكفلت على إثر ذلك إحدى أخواتها بتربيتهم. وفي هذا الإطار تدخل معتمد نابل أحمد امتبا صحبة مندوب حماية الطفولة بنابل لإيجاد الحلول اللازمة لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة، كما تعهد بتمكينهم من منزل على وجه الكراء وموطن شغل لخالتهم التي ستتكفل بهم. عمل صحفي لفوزي بن إبراهيم، التصوير لمهر دغفوس. وفاء محمد عبد الله، جيت من كابس، هنا صغار أختي 3 أولاد وبنية، طردنا أمس بوبايا، معناها أختي هارب عليهم، تولاها 5 أيام ما تعرفش عليهم وين عايشين ولا كيفاش عايشين. أنا حبيت بأمور قانونية نهزهم أني في كفالتي، أني برغم أني ما عنديش حتى لا مسكن لا خدمة لا شيء، أما حبيتهم هم نعيشهم تحت جناحي أنا. أختك قداش عندها توم من بعد التعليم؟ اليوم 5 يوم، 5 أيام. ما فماش حتى خبر عليها؟ ما فما حتى أخبار. لا، وين أنتوا وين تو هنا؟ في كراج، معناها جارتنا عطتهولنا، معناها ديباناج، معناها نجموا من غدوة خرجنا حاجتها بكراجها، معناها مهددين بالخروج. يعني طالبين اني مسكنهم، معناها مسكن وخدمة لي يعني. المهم يبدو هم معايا تحت جناحي. وبوهم وين؟ بوهم في مصر، مصراوي. هرب منا؟ لا، هو مصر. اي معناها وين هو؟ هرب عليهم؟ هرب عليهم وعاود حياته من جديد. اخذي واحدة أخرى؟ اخذي واحدة أخرى. أنا طول صغيرات لا عندهم لا أم لا أبو. ونزيد ما نجمتش اني نطيشهم. احمد مطيبة، معتمد نابل. اول حاجه الدوله راهي ما تطيش حد، واذا صغار نحن قبل كل شيء، حتى كامور اجتماعيه قبل ما نكون كمعتمد، كنكون كانسان وكانسان وطني وغيور بالحق. هو عبارة هذا ولادي ما عندهم وين مشيتيش. زاد احنا بالنسبة لنا الحمد لله اليوم في نابل عن جمعيات تذكر فتشكر، معروفة في المد التضامني وكل شيء. وتشوفوا طول يعني من الساعة السابعة السادسة صباحا تليفونات ما سكتتش، والعباد الكل تحب تعاون ومشكورين، وهذا مش غريب عليهم. البارح تنقلت على عين مكان رفقة السيد رئيس دائرة سيد عمر، السيد المستشار وسيد مندوب حماية الطفولة، تمت معاينة المكان، خذينا أكثر معطيات على العائلة هذه. إن شاء الله اليوم مش ننسق مع أحد رجال الأعمال بالنسبة لتوفير العمل بالنسبة للأخت خالتهم وفاء. زاد ان شاء الله تو مع الجمعيات مش يشوفوا لهم منزل اللي هما لايق، اللي هو مش يعني كما نقولوا ظرفيا بطبيعه الحال اللي هما مش يسكنوا فيه، الى حين يعني نقول السيد المندوب جاوي حميد الطفوله يقوم بالاجراءات القانونيه اللازمه مع عائلتهم، يعني مع والديهم وسيرتو امهم اللي هي يعني اتصلنا بها للاسف البارح في الليل، واللي هي اربت اللي هي ما قاش حاجتها بصغاره، ولذا تصرف يعني نشوفه احنا احادي ومش متاع انسان مسؤول يجيب 4 صغار. ان شاء الله زاد مع السيد مندوب المراه مش نشوفه الحضانه اللي هي مش تكون مجانيه، من اجل يعني كما نقول الاهتمام بالصغيرات هذه، وقت اللي خالتهم تخدم في النهار كما قلنا لسيادتكم، نشوفوا مع رجال الاعمال اللي هي مش تخدم.